طبعا في عندنا شويه حاجات كتيره، يعني شويه ديفينيشنز كده في الدوبلر لازم نبقى عارفينها. الجزء بتاع الاليسنج ممكن احنا نلاقي ان الجزء بتاع الهايست دوبلر فريكونسي ممكن نلاقيها شيفتد، يعني بيسك تبقى ظاهره لنا كده نيجاتيف فريكونسي. اوكي، فبيسكلي يبقى معنى كده ان الدوبلر شيفت اللي مقابل ليها يبقى اعلى من البالس بتشن فريكونسي على 2. الجزء بتاع الانجل ديبندنس، طبعا احنا عندنا في كوزاين ثيتا موجود عندنا، فمعنى كده ان احنا يعتمد الدوبلر شيفت بتاعنا على كوزاين الانجل بتاعنا. اوكي، فمعنى كده ان احنا ممكن نغير الدوبلر شيفت ده لو احنا خدنا انجلز مختلفه او عملنا اكسايتيشنز بانجل مختلفه في الايه، في الايكويشن، في الدوبلر شيفت ايكويشن. في عندنا حاجه اسمها كلاتر بريك ثرو، ممكن يبقى في عندنا يعني احنا بنحط فلتر اللي هو الوول موشن فلتر، او ساعات بيسموه الوول ثامب فلتر، على اساس ان هو فعليا بيبقى شكله كده، بيبقى هو بيشيل الجزء اللي هو اللي في النص ده كده زي ما هو، يعني بيبقى شكله حاجه زي الثامب كده. فبيسكلي احنا يعني ممكن يبقى جزء من الكلاتر يبقى ستيل ديسبلايد على سبكتر دوبلر او الكلر فلو سيستم بتاعنا. اوكي، ف بريك ثرو معنى كده بنتكلم على ان احنا يبقى في عندنا بعض الدوبلر فريكوانسيز تبقى ريليتد للكلاتر وتبقى اعلى من الايه، الحاجات اللي بتشيلها الوول ثامب. اوكي، يعني معنى ان انا اكون واخد جزء او واخد الوول موشن فلتر بتاعي اقل شويه من الرينج بتاع الايه، بتاع الكلاتر بتاعي، فيظهر لي جزء بتاع الكلاتر ده في الايه، في السبكتر دوبلر او في الكلر دوبلر بتاعي. ده طبعا بيبقى كل الحاجات دي بتبقى ارتفاكت لازم اخد بالي منها، او اغير بقى الايه الوول موشن فلتر بتاعي علشان اخليه يبقى ايه، اخليه يبقى اعلى شويه بحيث الفريكوانسي دي تتشال. الجزء الديفينيشن الثاني اللي هو اللو لوس اوف لو باور، لو دوبلر باور، لو دوبلر سيجنال، بيسكلي لو انا عندي بلاد فيلوسيتيز بلو دوبلر فريكوانسيز، يعني بتكلم على حاجات مثلا يا اما الانجل بتاعتها نير 90 ديجريز او عندي الفيلوسيتي بتاعتها قليله، هلاقي انها تضيع في الوول موشن فلتر. يعني فاكرين الرسم اللي احنا كنا رسمينها من شويه، اللي كنا شايفينها في السلايد اللي قبل اللي فاتت، كان في عندنا رسمه كده مبينه كلاتر، ومبينه ان احنا لما بنشيل الكلاتر بيبقى في جزء تحتيه كده ريليتد للبلاد، بيبقى جزء حقيقي بس بنضطر نشيله عشان احنا بنشيل الجزء كله، بنشيل الفريكوانسي كونتنت اللي في الرينج ده كله، مش بنبص نشوف الرينج ده فيه ايه وما فيهوش ايه. لو انا عندي الاثنين في نفس الفريكوانسي ما اقدرش اميز بين الكلاتر وبين الاكشوال سيجنال او بين الترو سيجنال. اوكي، فاللي بيحصل ان في عندي لوس اوف لو باور او لو دوبلر، لو دوبلر ده اللي هو الجزء اللي في الدوبلر، الجزء الحقيقي اللي في الدوبلر اللي بيبقى في نفس الرينج بتاع الكلاتر، فده للاسف ما بنقدرش ان احنا نعمل فيه حاجه، ما بنقدرش ان احنا نحصل عليه خالص نتيجه للايه، للول موشن فلتر. ده للاسف دي حاجه موجوده ويعني ما نقدرش ان احنا نتغلب عليها، لازم نبقى عارفين انها موجوده علشان نبقى واخدين في اعتبارنا الكلام ده واحنا بنبص على الايه، واحنا بنبص على السبيكترم بتاع الدوبلر او بنبص على الكلر دوبلر.